هذه الكتب التي تهم الذكاء الاصطناعي هي مشاركة متواضعة من باحثة وأستاذة باحثة مغربية في هذا المجهود الذي ينخرط فيه المغرب، يعني هذا الانخراط للمغرب في مناقشة في هذا النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي في محاولة طرح الحلول لكل المخاطر التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، لا سيما وأن هناك مخاطر الآن يعني تصل حد يعني تهديد نهاية البشرية، على اعتبار أن هناك أسلحة ذاتية القيادة تستخدم أنظمة ذكية لها يعني نسبة كبيرة من الاستقلالية، وفي المستقبل القريب سوف تكون يعني هناك أسلحة لها يعني 100% في اتخاذ القرار. استخدم أحدها في الحرب يعني في فلسطين من طرف الجيش الإسرائيلي، وهذا ما يفسر ذلك الارتفاع يعني الكبير للضحايا في صفوف المدنيين من الأطفال والنساء ويعني حتى يعني الرجال أيضا. لماذا؟ لأن النظام الذكي يحدد الضحية بناء على البيانات التي يقوم بتحليلها ليصل إلى خلاصات بأن هذا الشخص أو ذاك يهدد يعني الأمن الإسرائيلي. فهذه رغم أن هذا النظام الذي يسمى باللافندر له هامش من الخطأ، ولكنه استخدم في الحرب. كل يعني الأسلحة تكون يعني يستخدمها يعني الأطراف يعني في الصراع، لكن هذا لا يمنع من أن نقول بأن هذه الأسلحة يجب أن تقنن أو يجب أن تحضر بشكل نهائي، لأنه يمكن أن تنهي البشرية ولأنها تقوم بخرق القانون الدولي طولا وقانون الدولي الإنساني طولا وعرضا. وتكلفة الحرب إن كانت في الحروب الكلاسيكية تكون تكلفة الحرب البشرية محددة، فالآن التكلفة تكون يعني كبيرة جدا لا سيما على مستوى أطفال كما رأينا في الحالة الفلسطينية.